الجمعية الجيل الذهبي لكرة القدم بسوق السادات الحلوافة. درنا هذه الجمعية هي ديال المنطقة ديال المنطقة تزيات الوفاء بجميع الأسطر ديالها وبعين سبع ولاد عرفة جميع المناطق تجيو عندنا. الجمعية الأهداف ديالها هو الشباب ديال المنطقة باش يجي يمارس رياضة كرة القدم، بأن ما كاينش حتى شي رياضة هنا في المنطقة إلا كرة القدم. الحمد لله كاين أطور اللي تتحضر معنا الحمد لله، عندها واحد الكفاءة، والجمعية الحمد لله عندها واحد الأهداف، واحد المشروع القدام إن شاء الله بحول الله. بغينا حتى حنا إن شاء الله بحول الله المستقبل ناخذوا البطولة إن شاء الله بحول الله لأصوات الغرب إن شاء الله بحول الله، في ميني فوت ولا في جرون فوت إن شاء الله بحول الله. كاين لعابة مواهب عندنا كثيرة الحمد لله، اللي قال كاين شباب خاصها اللي يكون بيديهم اللي يعطيهم واحد الفرصه ويعتني بهم. الحمد لله حنا خدامين ونتمنى الله سبحانه وتعالى يوفقنا الخير. اللي المشاكل اللي تنعانيو فيها في الحقيقه عندنا الوليدات كثار، تقريبا عندنا شي 260 دري ولا 270 اللي عندنا الوليدات منهم من 6 سنين من 50 تقريبا حتى 14 سنه اللي عندنا الفئات. ولكن اللي تنعاني هو المشكل ديال الملاعب في المنطقه ما كاينينش. كاين هذا الملعب اللي عندنا ديال اللي دار في المشروع ديال المبادره واللي كان الاعتماد ديالها من الجمعيه ديال الاحياء. الغريب في الامر حنا ما تنستافدوش منه في حصص كثيره بصراحه هي هذه، وعندنا الوليدات كثار، هذا هو المشكل اللي تنعانيو فيه. تنطلبوا من المسؤولين يعطي واحد لا للمجلس البلدي لا لوزاره التربيه الوطنيه والرياضه اللي ولات هذا العام اللي مهتمه بالرياضه والقطاع ديال الرياضه، تنطلبوهم في الحقيقه يعطي واحد الاهتمام للمنطقه ويديروا الملاعب. وشكرا. اكيد بين المسائل اللي كتحفز الاطفال الصغار هي القدوه الحسنه. شفنا اليوم الابن ديالك اللي هو بلال البقالي والصديق ديالو وصديق الطفوله سيمسا كيحضروا وكيدعموا اللاعبين، كيفاش ممكن نشوفوا التاثير ديال هذا الحضور ديال هذا الابطال من هذه العيار هذا والتاثير ديالهم على هذه الاطفال الصغار؟ الحمد لله حنا اللي قلنا المنطقه ديالنا ديال سوق السبت اللي كانت معروفه بسوق السبت عاد دار بزيت الوفاء، كان الاخوان كان اللعابه الحمد لله عطينا لعابه. الاخ مناصفي اللي كان ولد المنطقه الحمد لله هو في انتم فين كان مع الجيش مع تطوان. الاخ حسيكو عاوتاني كذلك اللي كان مع النهضه ومع الكاب ومشى مع الجديده ومشى مع سيدي قاسم. الحمد لله كان المنتخب دابا الحمد لله اللي فوتسال اللي كان بقالي اللي قال واحد ولدي، وكان سفيان، وكاين دراري عاوتاني في من اقل 23 سنه عاوتاني في المنتخب. هذا انجاز الحمد لله حققناه بصراحه هذه، وحنا الحمد لله تنفرحوا ملي تنشوفوا الوليدات في المنطقه تيخرجوا ابطال. هذا وكاين ابطال دابا الحمد لله صغار خارجين الحمد لله، خاصها واحد العنايه، وتنطلبوا يعطيونا واحد اهم هو الملاعب للوليدات.